طبعا دلوقتي نشوف مثال عملي في الشغل على السيراميك بالريفت. هاجي هنا اقول له من اركتكتشر انا عايز ارسم ستير من ليفل 1 ليفل 2 اهوت. هو بيبدا يحسب الارتفاع وبيبدا يشوف اقصى ارتفاع للدرجه كام ويبدا يرسم على اساسها، وبعد كده هقول له اوكي، وبعد كده هرسم فلور من هنا بالشكل دوت واقول له اوكي، وتعالى نشوفها في 3D. دي طبعا هتبقى في ليفل 2، ممكن هنا في ليفل 2 هنلاقيها اهي، اقول له وريها في 3D فهتظهر معايا بالشكل دوت. طيب اقدر لاي سبب من الاسباب الفلور دوت مثلا كان على ارتفاع مثلا 250 بالشكل دوت، ففي زي فجوه كده. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ ليه حلول كتيره. ممكن مثلا تيجي هنا في ليفل 1 وتزود مثلا زي درجه، تقول له اديت ستير وتقول له لاندنج، واقول له انا عايز ارسم انا اللاندنج مثلا من هنا. طبعا خلينا واقفين في ليفل 2 احسن، اقول له من هنا مثلا لهنا. بالشكل دوت واقول له اوكي، هيبدأ يرسمها في جوه السلم بالشكل دوت. طيب في عندي مشكلتين، اول حاجة الفلور متعارض معاها تمام، تاني حاجة هنا السلم في اللاندنج ديت والريلنج دي عايزين نبدأ نشوف لها حل. طيب اول حاجة خلينا كده في السلم edit وهمسك اللاندنج ديت تمام، خلينا نعمل دي هاي مؤقتا، وبعد كده هاجي هنا على السلم اقول له edit، وبعد كده نيجي نمسك الدرجة ديت هي دي على 4000 وهنا ليفل 2 على 4000، فممكن نقول له اللاندنج ديت هتبقى 4250 بالشكل ده اوكي، عشان تبقى دي بالظبط مع الفلور. طيب انا بقى الفلور هاي هنا واقول له الفلور دوت انا عايز اعمل له اديت، واقول له انا عايز اعمل سيلكت على دي ودي وترم من هنا لهنا ومن هنا لهنا تمام. ممكن نخليها مثلا كده اوكي. طيب نخش بقى للمشكلة اللي بعد كده انا وهي الريلينج. لو انا جيت عند الريلينج دوت وقلت له اديت ولغيت الجزء دوت، خلي بالك هنا السهم بيقول لي ان هو بادئ من هنا وينتهي هنا، لما الغي ده بيقول لي لا ده في عندي مشكلة، ده كده مكمل لحد هنا ودي مش هتكمل. فلما تقول له اوكي مش هيوافق، هيقول لك انت عندك مشكله الخط ده لازم يكون مكمل تمام. طيب الطريقه دي مش تنفع. طب ايه الطريقه اللي تنفع؟ الطريقه اللي تنفع ان انا اجي هنا على اسبلت ايلمنت واقول له اقطع لي مثلا من هنا واقطع لي من هنا تمام، والجزء دوت سهل ان انت بعد كده تعمل سيلكت وتقول له ديليت وتدخل في ال 3 دي هتلاقيها معاك بالشكل دوت. طيب لو انت جيت كده تبص على ليفل 1 هتلاقي ان هو هنا الخط هنا واقف هنا وفي علامة هنا قط لاين والشكل هنا بيكمل تمام. هتلاقي ده خط مستقيم وده خط معمول له هاش متقطع، فممكن تيجي هنا في الفيو رينج وتقول له انا عايز اطلع بقط بلان عشان نفهم بس الفكرة، ونخلي دي مثلا بدل 1200 1800 اقول له ابلاي، هلاقي الخط اتنقل معايا. طيب لو انا عايز كده في الفي في واقول له ستير هتلاقي عندك الاب الاباف قط اهو الخطوط ديت، هتلاقي اللي موجودين هنا في بعضهم موجود معاه هنا النوزنج لاين الاوت لاين الرايزر لاين السبورت، كل الحاجات ديت خاصة بالاباف بالحاجات اللي فوق قط القطع. فممكن تقول له انا عايز الغي قط مارك، طب انا عايز الغي النوزنج لاين، عايز الغي الاوت لاين، عايز الغي الرايزر لاين بالشكل دوت تمام. ممكن تخلي الاوت لاين مثلا انت حلو، ممكن تخلي الرايزر، ممكن تلغي السبورت مثلا، اذا يغلق السبورت اللي فوق الخط لاين حسب الشغل بتاعك او حسب ما انت عايز ايه في المشروع بتاعك.